السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقائي؟ لقد انتهيت من جميع التمارين وتبقى لي تمرين واحد فقط. 8 × 7 تساوي موعد الصلاة. أعتذر منكم يا أصدقائي، فسوف أذهب لأصلي. هل تأتون معي؟ إذن هيا بنا، سوف نتعلم معا كيفية صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. وقبل الصلاة يجب أن نتوضأ. لقد توضأت للتو، هيا بنا لنصلي. ها أنا لبست شرشف الصلاة كما ستفعل الفتيات الجميلات لكي يصلوا. الآن نستقبل القبلة، والقبلة هي اتجاهنا نحو الكعبة المشرفة. ننوي أداء الصلاة، والنية محلها القلب، ثم نكبر تكبيرة الإحرام، نقول الله أكبر، ثم نقرأ دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وبعدها نقرأ سورة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن الكريم. الآن أركع، الله أكبر. وفي الركوع دائما نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أرفع من الركوع وأقف معتدلة، أقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. أكبر الله أكبر، ثم أسجد، نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أجلس وأضع الكفين على الركبتين وأقول رب اغفر لي. أسجد مرة أخرى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الآن انتهينا من الركعة الأولى، نبدأ بالركعة الثانية. أرفع من السجود وأقف معتدلة، ثم أقرأ سورة الفاتحة مرة أخرى، ثم نتلو ما تيسر من القرآن الكريم. أركع وأقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. أرفع من الركوع ثم أقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. أكبر الله أكبر، ثم أسجد، نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أجلس وأقول رب اغفر لي، ثم أسجد وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. نجلس بعدها نقرأ التشهد الأول: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. انتهينا من الركعة الثانية، نبدأ بالركعة الثالثة. أقف معتدلة، ثم أقرأ سورة الفاتحة، أركع وأقول سبحان ربي العظيم 3 مرات.
أرفع من الركوع ثم أقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم أسجد وأقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. انتهينا من الركعة الثالثة، نبدأ الآن بالركعة الرابعة والأخيرة. نقرأ سورة الفاتحة. الله أكبر، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. الله أكبر، سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى. الله أكبر، رب اغفر لي. الله أكبر، سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى. ثم نجلس ونقرأ التشهد الأخير، التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم نسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. انتهينا من الصلاة، سوف أكمل دراستي. 8 × 7 = 56. نعم، سوف أتناول بعضا من المثلجات. إلى اللقاء يا أصدقائي وصديقاتي. لذيذ، يم يم.